ومثل ما منقول عفاف مسك الختام دائما بيكون مع الشباب انجازاتهم وطموحاتهم يلي يمكن تعودنا عليها وبلشت يمكن من زمان ببذره صغيره وبلشت تكبر شوي شوي لحتى عطتنا انجاز كثير كبير. اليوم مواهب الشباب متعدده ومختلفه، البعض يمكن ما بيعرف ينميها ويطورها، وهون كان دور فريق انجاز يلي يمكن تعب وقدم كثير لحتى يكتشف هي المواهب وينميها بنفس الوقت. صحيح فرح، واكثر شيء هي المواهب يلي تبناها فريق انجاز هي الكتابه والاعلام وغيرها كثير من القصص. هلا رح نتعرف عليها سوا، ورح نتعرف كمان على مؤسسه فريق انجاز ساره ميداني وهي مؤسس هذا الفريق. بدنا نقول لك صباح الخير. حنا اهلا وسهلا. صباحك سارة، كيف اليوم؟ صباحك يا رب، تمام الحمد لله. هلا أول شيء خلينا نعرف اسم الفريق، قديش هو اسم مشجع لما بنقول إنجاز، فنحن عندنا إيمان وثقة مطلقة بالنتائج. نتعرف شوي على الفريق وإمتى تأسس وشو قدم اليوم؟ هلا الفريق هو عبارة إنه في عندنا نحن أشخاص بالمجتمع عندهم قدرات ومواهب، إنه ما قادرين، ما عنده القدرة المادية، القدرة الاجتماعية لحتى يفوتوا بمجال الإعلام. مثل عندك في عالم انه بيحبوا يفوتوا بمجال التصميم، بمجال المونتاج، بمجال الاعلام، بمجال الالقاء الصوتي، بمجال التدقيق اللغوي. طب نحن كيف بدنا نخليهم انه نساعدهم بالقدره الماديه؟ بنعمل لهم كورسات مجانيه، ناس عندها القدره انه تعطيهم الكورسات المجانيه مع الشهادات، مع شهاده التصوير، مع شهاده التدقيق اللغوي، بنساعدهم على هذا الشيء. بغير مجال كمان انه نحن بنلقي الضوء على ناس عندهم قدرات ومواهب ما عم تنتشر هي المواهب عبر صفحات الفيس، عبر التلفزيون. يمكن لكل موهبة أو لكل تخصص في حدا مختص بالفريق هو اللي بينمي مواهب هذا الشخص. طيب كيف تم اليوم تشكيل هذا الفريق او التنسيق مع ذوي الخبرات، خلينا نقول يلي هنن عم يضووا على هدول الاشخاص لحتى ينموا لهم مواهبهم، كيف تم التنسيق مع هدول الاشخاص وشو اليوم بتكون الشروط لحتى لدخول هذا الفريق؟ هلا نحن كنا بفريق ادبي واحد، طلعنا هيك انه نحن في عنا بالفريق الادبي الواحد ناس اديبه كاتبه. طب نحن كيف هدول الناس الكاتبه الاديبه بدنا نسلط الضوء عليهم؟ نحن كنا ناس ذات خبرات، معنا شهادات، شخص معه شهاده تصوير، شخص معه شهاده مونتاج وتصميم، شخص معه شهاده تدقيق لغوي. طيب نحن ليش ما نعمل فريق واحد اسمه فريق انجاز، ننجز فيه هذا الشيء ونلقي الضوء عليه لهدول المواهب الشابه الكاتبه الاديبه. طلعنا هيك في عنا رسامين ما لهم ألقي الضوء عليها، في عنا موسيقيين ما لهم ألقي الضوء عليها، فنحن بنروح بنلقي الضوء عليهم، قلنا بنعمل هذا الفريق. عملنا هذا الفريق فانتشر وصار في ناس بتدخل عليه. الناس اللي بتدخل عليه وما معها هي الموهبة نحن بنعمل لها الكورسات المجانية، بنعمل لها اختبار، بعدين بتفوت على هذا القسم. لكل قسم له مشرف، عندنا قسم التصميم، عندنا قسم المونتاج، عندنا قسم الإلقاء الصوتي، عندنا قسم التدقيق اللغوي، لكل شغلة عندنا. حلو كتير. هلا يمكن مثل ما بنقول دائما الخطوة الأولى هي الخطوة الصعبة لما نحن بدنا نكتشف هي المواهب، فهي شو آلية اكتشافكم هي المواهب؟ هل في إعلانات معينة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ كل شخص مثلا بيعرف حدا بيحب شغلة ممكن يشجعه؟ خلينا نعرف بالتفصيل أكثر. تماما. هلا نحن عندنا كل واحد مثلا بيدخل لفريق أدبي بيدور على يعني فريق أدبي، فريق رسم، فريق حيله فريق، بنفوت عليه بندور على المواهب يلي مو مسلط الضوء عليها، يلي في عندها موهبة وفعلا ما ظاهرة. يعني في عندك الأستاذ محمد الخطيب هو اللي جاب الفكرة وهو يلي خلانا يشجعنا أنه نفوت لهذا المجال. مندور عليهم من علاقات، من خلال علاقاتنا الاجتماعية، من خلال الفروق، يعني أي شيء بنحاول انه نجيب. شو الاعمار اعمار الفريق يلي يمكن بتشرف على هذا الانجاز مثل اسم الفريق؟ طلاب جامعات واعلى، يعني ناس متخرجه من الجامعات وناس هلا عم تتدرب عندنا من طلاب الجامعات. واذا بدنا نسلط الضوء على الفئات العمريه هلا حاليا عندنا انه للاطفال، بدنا نفوت على مدارس وروضات. الطلاب الروضات هذول في عندك اطفال بدهم تسليط الضوء، عندهم مواهب، عندهم مواهب كثير حلوه مثل الرسم، كثير شغلات حلوه، وبدنا ندور على فئات عمريه كبيره، يعني كمان مسلط الضوء عليها. في عندنا فئات عمريه كثير حلوه، كبيرة.
ما لهم مسلط الضوء عليها، بتلاقيهم كبار لك هن كثير عندهم مواهب بس ما مسلط الضوء عليهم، ما حدا بيعرفهم، فعم ندور على هدول الاشخاص. انتوا عم تدوروا عليهم؟ ايه نحن. خلينا نحكي عن اكثر المواهب يلي صارت عندكم بفريق انجاز وظهرت عن طريق فريق انجاز، وكيف تم تقييمها من قبل اللجنه او المشرفين، وشو الحوارات الاكثر او اللقاءات الثقافيه يلي صارت مع هدول المواهب؟ أول شيء نحن أول ما منجي منعمل مقابلة مع حدا أو منحكي معه منسأله عن مواهبه، منشوف طريقة جوابه، طريقة حكيه، هو واثق من موهبته ولا ما أنا واثق من موهبته. حتى نحن وقتنا نكتب على موهبته منساعده بموهبته، يعني منفوته على هذا القسم منساعدك كذا، بعدين نحن منكتب عليه. يا الله هيك صعبة إذا بتكون تشوفوا طريقة حكيه، لأنه أوقات أشخاص بيكونوا مبدعين بالرسم بس طبعاً ما بيعرفوا يحكوا، ما لهم علاقة بالحكي، أوقات بيحكوا كتير ما لهم علاقة بالرسم كمان. تماما، لهيك نحن منساعدهم كيف يحكوا، كيف يقولوا، كيف هي مثلا عندك فيديو طقطقة الأصابع، إذا شفته على الفيس طقطقة الأصابع، هو فيديو فكاهي وبنفس الوقت عم نحكي على طقطقة الأصابع، يعني هي معلومة مع ضحك. وبنفس الوقت كمان فينا إنه يلي ما أنه قادر إنه يكتب أو يحكي إنه هيك بطريقة أدبية كتابية أدبية، فنحن منروح منخليه يحكي، نعمل معه مقابلة صوتية من عبارة عن فيديو ومنشر الفيديو على الفيس. اليوم خلينا نتعرف على أكثر يمكن المواهب يلي لفتت نظركم ولفتت نظر سارة بصفتك من المؤسسين، كيف اشتغلتوا على هي المواهب لحتى تتطور؟ في عندك الكاتبة هلا العقاد، كاتبة كتير رائعة بتكتب أشياء رائعة، صف 11 صغيرة يعني تقريبا، فتكتب أشياء رائعة، بس الفكرة أنه هي تدقيقها اللغوي، مهارتها اللغوية كتير حلوة، اكتشفناها فيها وصرنا يعني نساعدها لحد الآن صارت مدققة عنا، يعني هي يعني بعمر صغير صارت مدققة. عنا سدرة المنتهى غنام كمان بالتدقيق اللغوي كتير رائعة وبالإلقاء الصوتي. عنا يارا زقزق كمان بالإلقاء الصوتي كمان رائعة، هي بالإلقاء الصوتي كمان اكتشفنا أنه هي بالإلقاء الصوتي، ومن يومين كمان كان عندها مقابلة بالإلقاء الصوتي. فهيك ان شاء الله على طول هيك بتضلوا عم تضووا على هدول المواهب. فعلا في كتير اشخاص خصوصا بالالقاء الصوتي بيكون عندها موهبه ما حدا مضوي عليها، او بجوز هم بذاتهم ما هم مكتشفينها لحتى يشوفوا خبراء ومشرفين عليهم ويقولوا لهم مثلا انت طريقتك كتير حلوه، بيلبق لك تصير مذيع اكثر من شكلك حلو. اكيد بنتمنى لك كل التوفيق لك ولكل فريق انجاز، وان شاء الله هيك على طول بتضلوا عم تلقوا الضوء على الشباب اللي عندهم مواهب وما حدا بيضيع حقه. اكيد شكرا لك. شكرا ساره، وتحيتنا لكل فريق انجاز شخص شخص حتى لو ما كانوا موجودين معنا. شكرا لك.